بسم الله استعنا على الشعب الله. ما اشتقتولي؟ بعرف انا اشتقت لكم قد الدنيا. هلو يا قلبي، انتوا كيف كل يوم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف الف خير. وانت عم تشوفوا هذا الفيديو انا جنى، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. رجعت لكم بفيديو من الفيديوهات يلي انتوا بتحبوها، تجربه سناكات غريبه. بس هالمره الشيء الغريب بالموضوع انه انا طلبت سناكات من البلد يلي انا عايش فيها اللي هي المانيا. جبت من عندهم سناكات. اسمعوا، الشركات دائما عم بتطلع اشياء واكلات زاكي، فانا لما طلبتهم كنت مصدومه at the same time انه انا عايش بالبلد وماني مجربيتهم. اكسكيوز مي. صار هيك يا قلبي، انتوا اذا حبيتوا الفكره وحابين تشاهدوا الفيديو لا تنسوا تعملوا اهم شيء، هو انه تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. علشان ايش؟ علشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت اللي بنزله فيه. ويلا نبدا الفيديو. حرفيا انا طلبت الموقع كله يا جماعه، والله تشوفوا البوكس قديش كبير. هذا البوكس كلياته مليان سناكات. كيف هدول رح يسعوا في الفيديو كلياتهم؟ ما بعرف. اوكي خلينا نفتحه. هلا هو صار له وصلني فتره، اذا انتم يمكن حاسين من صوتي بس انا مرضت فلهيك ما صورت الفيديو بسرعه، يمكن اكون نسيانه شو طلبت، فخلينا نستكشف مع بعض. دقيقه. اوه ماي جاد. اوكي اول برودكت عندنا هو هذا. هذا شو انا ماني عارفاني اسمه. شي بالماتشا هذا. اوكي ماتشا رايز رول كراكرز. يعني استنوا شو يعني. A few moments later. يعني شيء معمول من الرز بطعمة الماتشا والكراكرز هدول يلي بيطلعوا صوت كرانش وما كرانش. خليني افتح عشان نجربه. اوكي ريحته شيء اخضر، مدري ماتشا والله مش عارفاني. بشوف كيف شكله من جوا. اوه شكله صراحة حلو، خليني اكون صريحة شكله حلو. يلا بسم الله. بيلزق باسنان. اسمع فيه طعمة حلو، بس حلو خفيف، بس حلو زاكي يعني حلو هيك محدد. حبيت. فينا نقول انه بداية موفقة. طعمة الماتشا مش كتير مبينة، هي بس ريحتها انه قوية، بس طعمتها كتير خفيفة. زي ما حكيت لكم في طعمة سكر بس كمان خفيفة وكتير زاكي. هو كرانشي بس مش كتير بلزق بسنان اكتر. يعني هذا الاختراع لو انه في منه فريز او على فواكه بحس رح يطلع خرافي، بس بعطيه 6 من 10. اتس نوت باد. وشوفوا الهبل، انا جربت معكم هاي البرنجز يلي عخل بفيديو من فيديوهاتي ونسيت اني مجربيتها وطلعت اني طلبيتها بهذا البوكس، فهي هلا موجوده وانا اوريدي مجربيتها. خلينا نجربها مره ثانيه عشان هاي البرنجز كانت كتير زاكي. يلي ما شاف الفيديو رح احط لكم اياه تحت بصندوق الوصف. برنجز على خل، بس طعمه الخل كتير واضحه ولازم تجربوها اذا مش مجربينها يعني. اوكي هالمره كمان اجت العلبه شوي مكسره بس اهون من هذيك المره. هذا الشيء ما رح احكي عنه كتير لاني حكي عنه قبل الفيديو حكيت لكم، بس كتير زاكي بنصحكم فيه. البرنجز اللي على خل ما كان فينا نحكي عنها كثير اشياء لانه انا اوريدي مجربيتها. بس اسمعوا بدي احكي لكم شيء، انا هدول البوب تارتس يلي شايفينهم هون قدامكم كمان مجربيتهم وما حبيتهم ابدا، بس الشركه طلعت فليفر جديد، طعمه جديده وهي هلا نازله جديده على الساحه، فالمفروض تكون بطعمه الشوكولاته من جوا ومن برا هيك بحليب شوي ومرشوش عليها هيك سبرينكلز واشياء. انا حابه اعطيها فرصه مره ثانيه لانه في كثير عالم حبوها، وانا بالعاده بحب اشياء يعني بحب اجرب اشياء غريبه، بس انا وقت ما جربتها ما حبيتها، فحبيت اعطيها فرصه ثانيه. خلينا نجربها ونشوف اذا رح تطلع من ورا زاكي وبندعي، لانه انا صراحه طلبت الباكج الكبير، ما كان فيني اطلب وحده زي هيك، كان فيني بس اطلب هذا الكبير، فحكيت مع حالي قلت يلا يمكن تطلع زاكي. رح افتحها. اوكي شوفوا شكلها كيف بيجي من جوا، خلينا اطلعها كلياتها اول، هيك بيجي شكلها، شكلهم على الباكج بكون غير تماما من على الحقيقه. بدي افتحها واشوف اذا في شوكولاته بقلبها. ما في كثير شوكولاته يعني، انه مبينه هي سكر مش شوكولاته، شايفين كيف؟ خلينا نجربها. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تطلع زاكي. عفوا. لا هاي زاكي، هاي الطعمة اقسم بالله زاكي. واو منيح اني طلبت باكيت. ما عم بقدر اوقف اكل. اشرح لكم الطعمة، هي جاي زي كيكة بسكوتي، بس هيك مش رطبة بس جاي زي كيكة، يعني هيك كتير ناعمة بالتوم. فالشوكولاتة يلي بقلبها يلي حكيت لكم انه شكلها زي السكر فيها طعمة كاكاو، وهذا الشيء اللي برا اللي لونه بينك واصفر عم يقرش، والبسكوتي هاي البرانية عشان ما يكون في كتير حلاوة فيها شوية ملوحة، فالميكس صاير ملح حلو بس بطريقة طيبة. هذا الشيء وهي الطعمة بعطيه انا 9 من 10. الشيء اللي جربته انا قبل بمرة من هاي الماركة ما كان زاكي ابدا، بس هذا اكسكيوز مو. انني اشعر في العطش وبحاجة الى القليل من الماء.
اوكي هلا بنيجي لشيء مالح، وهذا الشيء انتم رح تنصدموا من الشيء اللي رح احكي لكم اياه هلا عنه. جبت شيبس، هو شكله شيبس عادي طيب، بس هذا الشيبس ما معمول من البطاطا، معمول من العدس. يعني 40% فيه دسم وهو معمول من العدس، المفروض يكون صحي. عدس، تخيلوا شيبس من العدس. هلا انا ما رح احكم عليه من برا عن مكوناته وشكله، هلا شكله اتس اوكي، يعني شكله شكل كيس شيبس عادي، بس مكوناته بتخلي الواحد انه هيك يرجع خطوه لورا، لانه مين بيحب ياكل شيبس عدس؟ انا اول مره بسمع فيه. خلينا نجربه. ريحته حلوة صراحة، ريحته ما فيه ريحة عدس، فيه ريحة بهارات الكاري اللهم صل على سيدنا محمد، البابريكا والكمونية اللي حاطينه بقلبه. هيك بشكل الحبة وهيك بشكل من جوا، هيك زكزاك. خلينا نجربه ونقول بسم الله. واو زاكي على فكرة، طيب بس ما عم بحس بطعمة عدس. أنا عم بحاول أقرأ عليه إذا مكتوب شي مكان حار أو شي، لانه هو بيعطي هيك لدعه حراره، بس كتير كتير كثير خفيفه. طعمته زاكي، انا توقعت هلا اني اكل عدس هيك مثل انه الشوربه وهيك، بس ما فيه ابدا طعمه عدس، فيه طعمه بهارات وحر شوي وكتير زاكي. بتعرف شو الحلو بهذا الشيبس؟ انه فيه 40% كميه دسم اقل من الشيبسات العاديه، طيب مع انه هو زاكي ويمكن اسكى من الشيبسات العاديه. اي لاف ات، اي لاف ات. صراحه بعطيه خلينا نكون صريحين 9/10، لانه كتير كتير طيب، بس بحس انه ناقصه شيء، بس مش عارفه شو هو هذا الشيء. بس الكرانش تبعه خرافي. بنيجي للشيبسي اللي بعده، هو كمان معمول من خلاصة العدس، بس هالمرة طعمته الساور كريم، يعني هني مستخلصين العدس عاملين فيه شيبس وعم بحطوا له نكهات. خلينا نجرب هذا ونشوف مين أذكى، هذا ولا اللي قبله. اللي قبله كان على كاري وكمون وهيك بهارات هندية بعتقد. أول شي نشم، ريحته كمان طيبة، ريحته لبنة بس البصل طاغي على اللبنة. فخلينا نجرب شكله نفسي اللي قبله، هيك بيجي زكزاك الحبة. بسم الله. او ماي جاد، او ماي جاد. بتعرفوا هذا اللي بميزه عن اخوه الثاني، انه هذا هداك اول ما تحطوه بتمكم بتحسوا بطعمه حراره، هذا بتحسوا بطعمه حلاوه، وانا بحب المالح والحلو مع بعض. مره جوي، كثير زاكي هذا كمان. اسمعوا راح اعطيكم شغله، عدوا لي كم مره حكيت كلمه زاكي بهذا الفيديو، بس عن جد السناكات يلي طلبتها انا هالمره مره متوافقه فيها. هلا هذا بعطيه تقييم 9.5/10، علشان اللي قبله كان زاكي بس هذا اسكى. انا بميل للميكس تبع الحلو والمالح مع بعض اكثر من الحر، عرفتوا؟ الاثنين بحبهم، بس الحلو والمالح مكسين مع بعض بطريقه حلوه جوي. هلا رح نفوت على شيء حلو، اللي هو هذا الشيء بسكوت معبى بشوكولاته، بس شوكولاته بقرفه طيب. وهذا انا هلا انتبهت من الباكجينج انه الكيس من الشتاء، يعني الماركه تبعت هذه البسكوت عامله هاي الاديشن من الشتاء، لانه مكتوب هون من فوق وينتر اديشن، يعني المفروض انه بس هي تكون موجوده بالشتاء وما تنباع، بس انا حصلتها بالصيف. فهن بسكوتات زي ما حكيت لكم عبايين شوكولاته ومحطوط فيهن قرفه. خلونا نجربن. قرفه بحبها بس كمان ما كتير، اذا كانت طعمتها كتير كتير واضحه ما بحبها ابدا، بحس بتعطيني طعمه حر مش زاكي. بس قبل ما نحكم على شيء نحن لازم نجربه صح؟ خلينا نجرب. اوكي شكلها من جوا هيك بيجي، ريحتهم بسكوتات على شوكولاته صراحه ما في ريحه قرفه كتير كتير قويه، وهيك بيجي الشكل صراحه كيوت كيوت كيوت. يلا بسم الله. شوفوا قديش حاطين شوكولا. واو كات كات كات، هذا الشيء لا كتير طيب. شوفوا قديش حاطين فيها حشو، استنوا شوفوا الحشو كيف رح تطلع. اسمعوا هذا البسكوت 600,000,000,000,000، يعني مش طبيعي قديش زاكي، والحشوة تبعيته كتير مليانة، يعني هني سخيانين كتير بالبسكوت. وطعمة القرفة اللي شفناها برا مانا ظاهرة، يعني حرفيا مانا ظاهرة ابدا، ما بعرف هني ليش حاطين قرفة من برا، او يمكن كانت ظاهرة بس الشوكولاتة كانت طاغية عليها كتير. بس هو كبسكوت قلبي الصغير لا يتحمل، يمكن انا هلا اكله بعد الفيديو كومبليت. هلا خلينا نرجع لاشياء مالحه. في عنا هذا الكيس، هو عباره عن اللهم صل على سيدنا محمد خبز محمصينه وحاطين له هاي الطعمه، انا جبت منه اثنين. الطعمه الاولى اللي عنا اياها عسل وخردل، عسل وخردل مع بعض. شوفوا هي شوي سمع بكون انه عسل وخردل لا مش زاكي، لا ما تجربيها، بس انا مجربيتها قبل هاي الطعمه بشي تاني وكانت كتير كتير زاكي، بس مع خبز ما بعرف كيف رح تطلع. سو خلينا نجربه. ريحتها ما في ريحه عسل، في ريحه خردل، في ريحه هيك زي خل، ما عارفه كيف بدي اشرح لكم، بس ريحه مش حلوه وحلوه بنفس الوقت. وهيك بيجي شكلهم من جوا مربعه. انا رح اخذ وحده زي هيك. بسم الله. واو
اقسم بالله حاسه حالي شغاله مثل الطاحونه هون، بس قاعده عم بطحن اشياء. هلا هو طيب بس ما فيه طعمه عسل كتير قويه، الخردل طاغي كتير يعني، انا ماني حاسه بطعمه عسل قويه ولا بطعمه حلاوه، حاسه بس بطعمه خردل. ما بعرف انه طيب وما طيب بنفس الوقت. هذا الشيء بعطيه تقييم 5 من 10. خلينا نجرب الطعم الثاني اللي جبتها، يمكن تكون اسكى، ما بنعرف. اوكي، النوع الثاني اللي عندنا اياه هو بتشيز والخلبانيو، هذا الحار يلي هيك بيجي طويل بس بكون قصير وكتير كتير بكون حاد، لونه اخضر. فخلينا نشوف هذا كيف حتكون طعمته. الشكل نفس الشكل الثاني، هيك مربعات عاديين محمصين. ريحتهم او شامي ريحه خلبانيو، شامي ريحه حار، بس الجبنه كمان ما مبينه كثير. رح ناخذ تنتين عشان نستطعم احسن ونقول بسم الله. صراحه ما بعرف شو المشكله، بس انه ما في طعمه قويه بقلبهم، يعني اول ما تاكلوه بتحسوا بطعمه خفيفه بعدين بتروح، بعدين بترد بترجع بعد ما تبلعوه، فهمت شو قصدي؟ ما بعرف. بعطيه كمان هذا 5 من 10. انا بس حسيت بطعمه جبنه خفيفه، وباخر شيء هلا بعد ما بلعت الشيء حسيت طعمه حر، فصراحه هذا ما كثير حبيتهم. بعطيه من 2 5 من 10، حتى يمكن التقييم 5 من 10 كثير عليهم لانه ما فيهم طعمه. شوفوا، لقيت كمان بالكرتون اني انا طالبه كمان نوع، بس هالمره نوع خبز محمص من ماركه ثانيه مش من نفس الماركه. شايفين انتم حتى الباكج تغير، هذا طعمته تشيدر تشيز، بس خلينا نجربه ونشوف اذا اسكى. ان شاء الله تكون كمان طعمته تشيدر تشيز لانه هدلوك ما كان لهم طعمه. رح افتحه. اوكي، شايفين هذا كيف بيجي شكله غير عن هداكي، هداكي هيك مقصقص بطريقه مرتبه. خلينا نقول بسم الله. نفس الشيء نفس الشيء، ما في طعمه، ما في طعمه صراحه. عم بحاول اني اقفره للطعمه، انه طعمه الجبنه القويه تكون، او بس يكون في طعمه جبنه خفيفه، بس ما موجود. والخبز تبعهم كتير كتير طيب، بس بنصحكم اذا عم تشوفوا الفيديو كتروا شويه مطيبات، اما هذا الشيء بيطلع زاكي. اما اذا ضلتكم هيك تقللوا وتتبخلنوا مش رح يطلع زاكي. انا بس نصحتكم، وانتوا اذا تاخذوا النصيحه اهلا وسهلا. انا خليت افضل شيء لاخر شيء، انا هيك قلبي حسني يعني، لانه الشكل كتير كيوت، بينك باكج، بينك مع احمر وفريز. انا كتير كتير بحب الفريز. خلينا نجربهم. عباره هني عن كب كيك محطوط بقلبهم معقود فريز، واسمهم مستر مسز مافنز، وفي منهم زي ما شفت هون على بلو بيري وعلى شوكولا. ما جبت البلو بيري والشوكولا لاني ما لقيتهم، بس لقيت هدول على فريز. اوكي، شوفوا كيف بيجي شكلهم، هيك انه كيس كامل فيه كب كيكات. انا رح افتح وحده. اول كب كيك صاغ سليم، ما انا متعوجه ولا شيء. بس شو هذا اللي عليها؟ شو هذا الاسود؟ شو هذا الاسود يا جماعه؟ عزا مش قابل يروح، ريحته ما فيها شيء. بس شو هذا الاسود؟ هلا نحن بنقول بسم الله وبندعي انه ما يصير لنا شيء. اول شيء بدي اشيل هاي الورقه عنا. على فكره هي صغيره بس كمان مش كتير كتير صغيره، يعني فينا نقول حجم متوسط، وهي تبع المعقود اللي بقلبها. يلا بسم الله. واو واو زاكي، الحالة تبع المعقود كتير 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 محدد، مانو كتير كتير حلو، وعجينة الكب كيك صافت يعني مانا بايتة او هيك شي، عرفتو؟ مرة زاكي. I like it. I very 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 like it. مع انه اول ما فتحت لقيت عليها اشياء سود، بس ما بعرف يمكن يكون هدول من الفرن طالعين او هيك، بس حتى لو يعني شو هاد. عجينة الكب كيك كانت هيك سوفت يعني كتير كتير طرية، مع انه هدول بكونوا اغلب الوقت انه بايتين، والمعقود يلي جواتها كان طعمته فريز، والحلاوة تبعته ما كانت انه كتير 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 حلو الواحد ما يقدر ياكله، كانت كمان كتير زاكي. هدول الكب كيكات على شكلهم والباكج الكيوت تبعهم بعطيهم 10 من 10. خلينا نعطينا 10 من 10، بيستاهلوا. بس والله يا قلبي انتوا هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانتوا عم تشاهدوا. اذا حابين تشاهدوا فيديوهات خاصه على قناتي واكتبوا لي افكاركم تحت بالكومنت سكشن، وانا اذا ناسبتني الافكار اكيد رح اعمل لكم اياها كفيديو. وهلا صار لازم احكي لكم، اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، اهم شيء علشان يوصلكم كل شيء جديد انا بنزله بالوقت يلي بنزله فيه، وتتابعوني اكيد علشان تشوفوا يومياتي المجنونه على انستغرام سناب شات وتيك توك، كل الاسماء محطوطه هون قدامكم على الشاشه. عشان ما تتعبوا كتير وتدوروا كتير، روابط صفحاتي كلها حطيت لكم اياها بصندوق الوصف. انا بحبكم قد الدنيا، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي يا قلبي انتو.